نستكمل معكم مشاهدينا الأعزاء تقريرنا حول البازارات الميلادية التي أقيمت تحضيراً لاستقبال العيد المجيد. في عيد الميلاد ينبت الحب، في عيد الميلاد تبتهج النفوس وتفرح محتفلة بمولد الخلاص. ففي كنيسة سلطانة السلام للاتين في محافظة الزرقاء رعى رهبان أبناء العناية الإلهية أمسية ميلادية لجوقة دون أوريوني بقيادة المرنمة جيانا فخوري. حضرها الأبهان جميل راعي الكنيسة وجموع من أبناء المحافظة. وفي كنيسة العذراء أم الكنيسة في منطقة ماركا قدم سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن محاضرة حول زمن المجيء قبل حلول عيد الميلاد بحضور حشد من المؤمنين وأبناء الرعية. كانت المحاضرة هي كيف نستقبل السيد المسيح المخلص في عيد الميلاد، يأتي كمخلص ويحسن بنا أن نستقبله كمخلص قبل أن نستقبله كديان في آخر حياتنا وفي نهاية العالم. تلا المحاضرة باقات من الترانيم الميلادية قدمها طلبة المدرسة أطفت جوا من الفرح على جموع الحاضرين. وفي كلية راهبات الوردية في شمساني قدمت جوقة المدرسة أمسية ميلادية حملت عنوان صلاة الفقير على مسرح الكلية. حضرها سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والأخت مشلين معلوف الرئيسة الإقليمية للرهبنة الوردية في الأردن والدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأردن وعدد من الراهبات وكادر الهيئة التدريسية وجموع أهالي الطلبة. كما راعى المطران الشوملي أيضاً احتفال كلية تيراسانتا بإضاءة شجرة الميلاد الذي بدأ على مدخل الكلية وسط معزوفات كشفية وألعاب نارية بحضور المونسنيور ماورو للي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان والأب رشيد مستريح مدير الكلية وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وجموع من المؤمنين. تلا ذلك عرض مسرحي لطلبة المدرسة حول عيد الميلاد. هذه المدرسة دائما عندها نشاطات سباقة ومميزة من إخراج وإدارة طلاب ومعلمي هذه الكلية. بهذه المناسبة أشكر إدارة كلية تيراسانتا على نشاطاتها الأكاديمية أيضا واللامنهجية، هذا كله ضروري حتى الطالب ينمو في على كل الأصعدة. كل عام والجميع بألف خير. نحن من بيتنا الصغير تيراسانتا منحيي الجميع بشكل خاص مجتمعنا المدرسي المجتمع الأردني كل اللي بيسمعنا واللي بيشوفنا منحكي له كل عام وأنتم بألف خير. يسوع يغمر الجميع في محبته الإلهية ويغمرنا في سلامه أيضا وبالفرح اللي نحن كلنا بحاجة لإله. كما أحيت المرنمة فادية مجروح أمسية ميلادية في كنيسة مار إلياس للروم الملكيين الكاثوليك في جبل الحسين حملت عنوان بميلادك يا ربي تكمل المحبة بمشاركة المرنم جوني الأطرش بحضور الأب مودي هنديلي راعي الكنيسة وجموع من أبناء الرعية. وأحيت جوقة ينبوع المحبة بقيادة المرنم طعم جبارة أمسيتهم الميلادية رعتها وزيرة السياحة والآثار لينا عناب
حضرها عدد من المطارنة والسفراء والكهنة وجموع غفيرة من محبي أعمال الجوقة. كلمة تعايش أقولكم الصراحة أنا ما بحبها. إحنا نسيج، والنسيج ما بيكتمل إلا بوجود كافة العناصر في هذا النسيج. وإنتوا وإحنا ويعني المسيحيين في بلدنا اليوم عنصر رائع، عنصر دائما بذكرنا بكل القيم الحلوة، بذكرنا بقديش هذه الديانة ديانة عظيمة، قديش هذه الديانة بتدعو للسلام، بتدعو للخير، وبتدعو لكل شيء حلو. فكل سنة وإنتوا سالمين. وفي شمال الأردن وتحديداً في بلدة الحصن، افتتحت مديرة مدارس البطريركية الأرثوذكسية السيدة أميرة الصناع البازار الميلادي لطلبة المدرسة بحضور الأب قسطنطين عماري وأعضاء الهيئة التدريسية وأهالي المنطقة، حيث شمل البازار على مستلزمات العيد وأشغال يدوية من عمل الطلبة. نتمنى كل ميلاد وكل سنة طقسية ميلادية يكون هذا الوطن وأبناء الوطن مسيحيين ومسلمين بخير. وإحنا بنشكر برضو قناة التلمير لحضورها ورعايتها هذا الحفل الكريم. نحتفل بمناسبة عيد الميلاد، وإن شاء الله يكون إنه من الأعياد اللي دائما نحتفل فيها سوا في مدارسنا، حتى نكون كلنا يد واحدة في بلدنا الأردن. كما احتفلت رعية كنيسة القديس جورج الشهيد للاتين في محافظة إربد بأمسية ميلادية بحضور راعي الكنيسة الأب سليمان شوباش وعدد من الأخوات الراهبات، حيث أحيت جوقة الكنيسة بالتعاون مع طالبات مدرسة راهبات الوردية في إربد بقيادة الأخت كلارا المعشر بمجموعة من التراتيل الميلادية. ما هي هدية كل واحد منا كباراً وصغاراً لطفل المغارة؟ هل هديتنا ستكون أعمال حسنة نطلب من الرب أن يباركها ويكثرها؟ أم ستكون ضعفنا، خطايانا، خبراتنا السيئة في الحياة نطلب منه أن يغفرها ويفتح معنا بداية ويبدأ سفر ولادة وخلق جديد في حياتنا؟ وفي محافظة الكرك جنوب الأردن، قدمت جوقة صوت المعمدان أمسية ميلادية بقيادة المرنم منتصر أبو جريس في كنيسة الملاك ميخائيل للاتين في بلدة سماكية، رعاها قدس الأب إبراهيم نفاع وحضرها عدد من الآباء الكهنة وجموع أبناء المحافظة. وفي ختام الأمسية قدم الأب نفاع درعا تكريميا لأعضاء الجوقة كعربون محبة وتقدير لهم. جوقة صوت المعمدان اليوم قدمت أمسيتها اللي بتحمل اسم الكلمة المكتوبة. هاي الكلمة اللي هي الكلمة المتجسدة وهو المسيح الذي تجسد وحضر بيننا على الأرض. هذا زمن زمن مجيء، وهي 4 أسابيع من زمن المجيء المفروض فيها نتحضر لمجيء المسيح بيناتنا. فهل فعليا نحن متحضرين أو لا؟ وفي ذات البلدة أحيت مجموعة الخبر السار بقيادة يارا حداد أمسية ميلادية بعنوان أشرق النور في كنيسة القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك تحت رعاية القنصل الفخري لجمهورية مقدونيا هدى نفاع وحضور راعي الكنيسة الأب أيهم زيادين وعدد من الآباء الكهنة والراهبات ومدير جمعية الكتاب المقدس منذر النعمات وأهالي البلدة. نحن من العنوان تبع الأمسية أشرق النور، هو نور الميلاد ونور السيد المسيح الذي نأمل أنه يعم السلام بإشراق هذا النور العظيم في كل منطقتنا، وأن يكون علينا يتم الخير علينا جميعا. أهم إشي بالنسبة لنا بالعيد أنه إحنا نشارك فرحتنا ونشارك أعيادنا بميلاد مخلصنا مع الأطفال ومع الأهالي، وتكون إن شاء الله سنة مليانة بالفرح والحب والسلام. وفي نهاية الأمسية قدم الأب زيادين دروعاً تكريمية لسعادة القنصل ولمجموعة الخبر السار.
وتلا الأمسية نشاط ترفيهي للأطفال تضمن عمل رسومات وألعاب وتقديم كتب مجانية. كما أقيمت في بلدة أدر أمسية ميلادية لمدرسة وروضة الفردوس على مسرح مدرسة الوسية تحت رعاية محافظ الكرك سامي الهبرن وبحضور سيادة المطران وليام الشوملي وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وجمع من أهالي الطلبة. وفي نهاية الأمسية قدمت مديرة مدرسة الفردوس السيدة إلهام حدادين الدروع التكريمية لمحافظ الكرك وسيادة المطران. وتحت رعاية وزيرة السياحة والآثار لينا عناب احتفل أبناء مدينة الفحيص بإضاءة شجرة الميلاد وحضور شخصيات رسمية ومسؤولي ووجهاء المدينة وممثلي الكنائس الرسولية لمدينة الفحيص وجموع غفيرة من المؤمنين من هذه المدينة. وكلكم تعرفون الفحيص وتاريخها وإرثها وعراقتها وهويتها المسيحية، غير بعيدين لا جغرافيا ولا معنويا. مبسوطين انه هاي فرصة انه ننشر رسالة محبة وسلام في بلدنا، وبنهني كل اهل الفحيص واهل الاردن، وبنفس الوقت بنهني جلالة الملك اللي هو دائما حاضن لقيم المحبة والسلام والوئام في بلدنا بين كل ابناء المجتمع الواحد. وتحت رعاية وزيرة السياحة والآثار لينا عناب احتفل في موقع معمودية السيد المسيح المختص بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد بحضور شخصيات رسمية ودينية عديدة، حيث ألقيت خلال الحفل العديد من الكلمات المؤكدة على روح التآخي والعيش المشترك في الأردن. كما اشتمل الحفل أيضاً على عدد من الترانيم الميلادية التي قدمتها جوقة ينبوع المحبة بقيادة المرنم طعم جبارة، بالإضافة إلى باقة من الترانيم التي قدمتها الفنانة مكادي نحاس. ولد المسيح، هللويا.